السلام عليكم ورحمة الله. أجل في اللون، ما يحدث في الجزائر ما يحدث في حتى جهة في العالم، لأنه حتى جهة في العالم ما عندهم عصابة حرامية ولا حرام تحكم في البلاد كما الجزائر، البلد الوحيد فوق وجه الأرض عنده حرامية ولا حرام يسيروا في البلاد. تصور انه حتى باش يبكيو الشعب، انه الشعب ما بكاش على بوتفليقه، الشعب ما بكاش على بوتفليقه كما يعني كان هو يحلم انه الشعب يبكي عليه كما بكى على بو مديان ولا على بو ضياف ولا والو. واش يدير ولاد الحرام، خاصه صحافه العار والاستحمار، يجيبوا مراه مسكينه زواليها يستغلوها، قال ابكي ونخلصو، ابكي ونخلصوك. المرأة هذه تشوفوها بكات على بوتفليقة، هذيك الصور ديالها. نفس المرأة هذه نسيبوها تدعي الزطشي وربو حداد ودا وجماعة عرفاف نادي ربح الزطشي في الانتخابات، يعني بين قوسين هنا بين ظفرين ربح الانتخابات لأنه يعني كان تعين. نفس المرأة ها زيدو شوفوها. مع المناصرة الوفية خالتي محبوبة الجمهور، شحال جبتك؟ هي احنا انا مع خالتي من تونس هي هذه قولها خالتي مريم مسكينة زوالية قدا قد حالها، داير راجلها مسكين يتعذب يتألم كي يشوف يستعملوا مرتو هكذا في التصاور وكذا باليوتيوب وكامل يجوزوها، وقناة الاستحمار قناة العار تجوزها في التلفزيون مرتين يديروها ويخلصوها ولاد الحرام. يستغلوا الفقر، يستغلوا الفقر اللي راهو فيه الشعب الجزائري باش زعما يقول لك هاي تبكى على بوتفليقة. واحد ما بكى عليه بوتفليقة، عائلته من حقهم، أما الشاب ذاق المرار معاه. قلنا الإنسان الله يرحمه ويغفر له ويسمح له بينه وبين مولاه، أما الرجل السياسي ما نقدرش نسكت عليه، يلزم دائما نتجبدو سينا تطفر في الجزائر. أجمع من يجي يسرى غدوة تبون يموت، قال حد ما قال حد يخرج الراجل البلاد ردها تاع كوكايين وتاع كذا، اي هضر بالنح هذه شنقريحة هضر بعليه النح، لقيت صالح هضر بعليه النح، صار هكذا هم لا روحوا كاع شوفوا في الجزائر هذه عينيكم ديجا قليل ما درتوا فيها حيين، أمو على الأقل تبقى التاريخ يتبع فيكم. نفسي تبوت في لقاء التاريخ يسجل عليه انه اجعل من الجزائر وكر الفساد والرشوة، سمعت وانه في اغنى بلاد في افريقيا تجد افقر شعب، افقر شعب يحربوا
ما كانش بلاد عندها عدد حراقة لأوروبا قد الجزائر. شفتوا ألور واش راح نقولوا؟ بوتفليقة مليح خدم الجزائر اللي قرب يسهل عليه. كاين ناس هكذا وقل ربي يزيدهم ذلا وقل ربي يزيدهم ذلا، يحبوا الذل مذلولين. ايه خليهم تعطيه بكفي يقول لك زيد الخد الثاني يعطيه بكوت في زي يقول زيد اعطيني بكوت في من الاور فوالا. هادو هما لا كاينين كاينين برشا. المهم ربي يقدر الخير لبلادنا وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.